طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو خاص بالسكواش. السكواش المصري طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان احنا برازيل العالم زي كرة القدم كده، احنا برازيل العالم في السكواش. في بطولة العالم للسكواش هتتلعب على ارض مصر في مدينه او ملاعب مدينه في مدينتي ملاعب مدينتي ملاعب السكواش بمدينتي، هتتلعب ان شاء الله في مصر. في اثنين من الفرقه خمسه، الفريق او فريق منتخب مصر للجامعات هم خمسه، اثنين منهم من النادي الاهلي. مين هم؟ مصطفى عسل نجمنا طبعا الكبير، وسنا ابراهيم بنت طبعا كابتن محمود ابراهيم الكابتن الكبير او يعني احد رموز التدريب الكبار، دي صوره مصطفى عسل. وسنا الحقيقه سنا ابراهيم من افضل اللاعبات والمصنفات في مصر، الاثنين هيشاركوا في البطوله. وخليني اقول لكم البطوله زي ما قلت لحضراتكم هتلعب في ملاعب السكواش بمدينتي وتحت رعايه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. على فكره بطولات العالم للجامعات بتلقى دايما اهتمام عالمي، يعني انا كنت حتى لما بشارك في بطولات افريقيا او بطولات عالم في الجامعات كنت يعني بيبقى حلم كبير، لان بتروح تلاقي منتدى كبير جدا. الجامعات دي يا جماعه لو نبص لامريكا نبص لاوروبا التنافس الحقيقي في الجامعات. 17 دوله هتشارك، خليني اقولهم لحضراتكم سريعا عشان تعرفوا حجم بطوله العالم للجامعات واهميتها، لدرجه انها طبعا تحت رعايه طبعا دوله رئيس الوزراء، فدي في حد ذاتها بتبين لك قد ايه اهميه هذه البطوله. مين الفرق المشاركه؟ كندا، اسبانيا، فرنسا، سويسرا، تشيك، هولندا، المجر، بولندا، استراليا، اليابان، كوريا الجنوبيه، هونج كونج، الارجنتين، جنوب افريقيا، اوغندا، العراق، وده بالاضافه طبعا لمصر البلد المستضيفه. ان شاء الله نكسبها، ان شاء الله مصطفى عسل وسنا يأدوا اداء كويس. وزي ما حضراتكم شايفين انا بتكلم على مستوى الرياضي اللي احنا شايفينه، مصر بقت قبلة العالم الحقيقة، بقى كل البطولات الدولية اللي بتنظم في مصر بتلاقي في يعني إقبال شديد جدا من دول العالم للمشاركة. لما تتميزه مصر يعني الحقيقة من جو سياحي جميل. أنا كلاعب لما كنت أروح يعني مثلا بروح ألعب بطولة في دولة معينة بخش أقرأ عن الدولة، بشوف الأماكن اللي أزورها، ببقى أخدها فرصة إن أنا لو عندي يوم راحة في البطولة بروح أعمل زيارة لأحد المناطق الأثرية، زيارة لأحد مراكز التسوق. يعني كنا حتى ممكن ننزل نعمل شوبينج، نلف في الشوارع، نمشي، كنا بنبص ونشوف الدولة دي عبارة عن إيه. فالنهاردة لما تلاقي كل الدول دي بتيجي وكل اللعيبة دي بتيجي وتحمل يعني أخبار جيدة وتحمل طبعا سمعة جيدة عن مصر وترجع تقولها، أكيد ده أكبر تنشيط للسياحة المصرية، وربنا يوفق القائمين عليها ويوفق اللجنة المنظمة أنها تخرج بأفضل شكل.